تعتبر الساندوتش من الوجبات المحببة لشريحات كبيرة من الناس، والتي تمتاز في معظمها بسهولة إعدادها لك، كما وتحرص ربة المنزل على تحضيرها لأطفالها بكافة الطرق المتنوعة واللذيذة. وفي موضوع نقدم لك سيدتي مجموعة من الساندوتشات التي يمكنك تقديمها والاستمتاع بطعمها مع كافة أفراد أسرتك. ساندوتش الدجاجة المكونة، صدر دجاج عدد 3، مقطع إلى شرائح طماطم، عدد رغيف خبز، عدد 5 بصل، عدد واحد فص ثوم، عدد 2 نصف كوب من جبنة تشيدر المبشورة، فطور فلفل أسود وملح حسب الرغبة. طريقة الإعداد، نقطع كل من الطماطم، الفطر والبصل إلى مكعبات صغيرة الحجم. نقلي كل من الثوم والبصل بزيت إلى أن يذبل البصل، ومن ثم نضيف الفطر والطماطم مع التحريك لدقيقتين من الوقت. نقلي الدجاج في الزيت ونتبله بالبهارات مع التقليب إلى أن يستوي، ونلاحظ بأن ماء الدجاج قد جف. نرفع الدجاج عن النار، ومن ثم نضيف له كل من الخضار ورشة تشيد المبروش. نحضر الخبز ونحشيه بخلطة الدجاج، وننقله لصينية مدهونة، ومجددا نقوم برش كمية من الجبن على الوجه، ومن ثم نخبزها قليلا في الفرن. ساندوش الجبن بالزيتون المكون، 6 ملاعق من الزيتون المطحون، خبز التورتيلا، عدد 2 طماطم، عدد 2 مقطعة لشرائح أوراق من الخس، عدد 2 قطعة من جبن الحلوم. طريقة الإعداد، بداية نقوم بدهن الخبز، ومن ثم نوزع كل من الجبن، الخس وطماطم. نضع السندويشات في شواية الطعام، وعند الانتهاء تقطع كل سندويشة إلى نصفين. ساندوش الدجاج المكسيكي المكون، 3 كوب من جبنة الموزاريلا المبشورة، صدر دجاج عدد 3 مقطعين إلى شرائح 2 فص ثوم، مهروس فطر مقطعين لشرائح بصل، عدد 1 كمون فلفل أسود وملح حسب الرغبة، خبز عدد 5. طريقة الإعداد، نقطع كل من البصل، الطماطم والفطر لمكعبات صغيرة. نقلي كل الثوم والبصل بزيت في مقلاة على النار إلى أن يذبل البصل، ومن ثم نضيف خليط الخضروات السابقة، ونقلب الخليط مدة 2 دقائق من الوقت. ننتقل من بعد ذلك لقلي شرائح الدجاج في الزيت، ومن ثم نضيف البهارات مع التقليب إلى أن تستوي شرائح الدجاج وينشف الماء الذي يخرج منها. عند الانتهاء نرفع شرائح الدجاج عن النار، ونضيف لها خليط الخضار مع رش جبنة الموزاريلا عليه. لاحقا نحشي الخبز بخلطة الدجاج ونلفها من بعد ذلك. نضع ساندوتشات الدجاج من بعد ذلك في صينية مدهونة مع رش الجبن على الوجه. نضع صينية الساندوتشات في الفرن إلى أن تسخن قليلا.
فيدي وسافة حشوة الدجاج بالخبز للصرف على المزيد من المعلومات حول وصفة حشوة الدجاج بالخبز شاهد الفيديو.